خلينا نتكلم على 2050، تصورك لما يمكن إنجازه في هذه الفترة أو ما يجب أن ينجز في 2050، هيكون عدد سكاننا 150 مليون. أنا في نظري إن إحنا عندنا الجيل الصاعد ده هيبقى جيل غير نحن خالص. الجيل الصاعد الشباب اللي احنا بنكلمهم دلوقتي، انا يعني اتامل كليه وتماما في الشباب المصري. بنات ورجاله زي الورد، العيال الصغيرين دول لسه متخرجين من الجامعه، زي الولاد اللي بيشتغلوا معاك هنا في الاستوديو، زي اللي بتعملوا السواقين اللي بتاع اللي هم لسه طالعين من الجامعه بيشتغلوا اي شغله. شايف ان هم كانوا احسن من جيلك مثلا 100 مره. بس احنا بنقول جيلكم الجيل الذهبي. لا, 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 لا احنا يمكن احنا لقينا يمكن طلع مننا حد كويس شويه، عشان الاجيال اللي قبلنا كانت احسن مننا قوي. اللي اتعلمت كويس قوي، الاجيال المرموقه اللي بتاع حسين والشله دي يعني كانت اجيال عظيمه جدا، سابوا علينا شويه حاجات حلوه. هدوا عليكم ان انتوا تعملوا. والله دي شهاده. امال ايه؟ دي شهاده منك عظيمه في هذا الجيل، عليه بقى ان هو اشتغل. شور. ربنا يخليك، شرفتني. الوقت خلص، ساعه عدت ثواني. علمنا الكبير دكتور فاروق الباز، يا رب يديك طول العمر يا رب. شكرا. شكرا. اكرمك الله.